عاماً وراء آخر تتجذر الأزمة الاقتصادية في العراق وكأنه كتب على أهله الشقاء. هنا في قضاء خانقين في ديالى لم يختلف شهر رمضان الحالي عن غيره من الأعوام السابقة، حيث بدل ارتفاع الأسعار فرحة العراقيين بالشهر الفضيل إلى حزن وألم. يا صيام، أنت جاي فاطر على دم الفقير؟ دجاج يغلى، مخضرات يغلى، طماطه يغلى، باذنجان يغلى، هو احنا منا يجي بتيتا وطماطه من خانقين يفوت للبغداد؟ بغداد ارخص من خانقين، معقوله هذا؟ سوق بخانقين فدنه واقف لانه اسواق المواد غاليه، يعني الفقير ما يقدر يشتري كل شيء، واهل خانقين اكثرهم فقراء، يعني مو مليارديريه ولا هذا، يعني كل من على قد حاله، الموظف اللي ياخذ كم دينار فما يقدر يشتري كل شيء. ويشير التجار إلى مسؤولية الحكومة عن التضخم الحاصل مع فشلها بضبط الأسواق، فضلاً عن التداعيات الكارثية التي سببها خفضها سعر صرف الدينار. ليش ممنوع؟ ليش بس خلي يصب جوا على المدير الخاص؟ زين هذا من يمنعه؟ بل على شي يصب السوق؟ يغلى السوق. وهذا المشكلة اللي عندنا، حتى الدولار منه صعد؟ المواطن صعده؟ التجار صعدوا الدولار؟ لا، هذا شغلة الدولة، ولا مواطن ولا التاجر ولا أبو الجملة عنده علاقة بهذا الشيء. أما عن المسؤولية الاجتماعية للحكومة، فيؤكد سكان خانقين عدم استفادة شرائح كبيرة من برنامج الحماية الاجتماعي وضعف مفردات البطاقة التموينية التي لا تلبي احتياجات الأسر الفقيرة. والله المواد الغذائية نفس المواد اللي مال قبل سنة أو أكثر أو قبل 6 شهور، ماكو أي دعم يعني بصراحة بالمواد، لحد الآن ما شفنا أي شيء، وإحنا هسه تقريبا 3-4 أيام يعني مثل ما يقول فات على أيام رمضان. ويبقى تحسن الأوضاع في البلاد هو الحلم الذي يكافح لأجله العراقيون الذين أدركوا جيداً أن الأحزاب الحاكمة لن تقدم شيئاً مع إصرارها على تعطيل أي خطط للإصلاح وتمسكها بسياسات المحاصصة والفساد التي مكنتها من نهب ثروات العراق.